السلام عليكم ازو في اللون سمحتي تولغ في اللون بزاف اسوثر الجمل واحد تعليق صحيت اكامش كراغ مليح في التعاليق نوان اخلافا مرحبا بكم خاوتنا مرحبا ان شاء الله بلي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضية والاخبارية جياس كاخبار تي في. هذا القناة ان شاء الله اللي ديما راح نشاركو معاكم فيها الحصري وراح نشاركو معاكم فيها الجديد تاع اخبار الجياس كاخبار الجياس كخاوتنا واخبار شبيبة القبائل راح نعطيوكم ان شاء الله غير الجديد وغير الحصري. فقط ما تنساش وما تبخلش علينا اسفل هذا الفيديو بجام والتعليقات نتاعكم اللي رايحين يحفزونا طبعا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد حصريا. خاوتنا اخبر يعني حصري وجديد ورائع. قال لك الرابطة تسمح بدخول 3000 مناصر في لقاء الاخير لشبيبة القبائل ضد نادي بارادو. خاوتنا يعني خاوتنا اللقاء الاخير تاع شبيبة القبائل مع نادي بارادو الرابطة راهي سمحت بدخول 3000 مناصر 3000 مناصر لشبيبة القبائل وهذه حاجة فري رائعة بزاف حاجة فري رائعة بزاف كما على بالكم خاوتنا يعني بزاف فرق من بينهم شبيبة القبائل القوة تاعهم تكمل في المناصرين. شبيبة القبائل القوة تاعها تكمل بالمناصرين يعني المناصرين خاوتنا يعني كيكونوا لي سيبورتير والحرارة هذيك وكذا غادي رايحين يلعبوا بربي ان شاء الله بقوة ورايحين يلعبوا يعني بقلوبهم وبربي ان شاء الله فيها خير. وهذا خبر فرحني بزاف خاوتنا يعني افضل خبر سمعته اليوم يعني افضل خبر سمعته اليوم هو هذا الخبر اللي فرحني بزاف يعني المناصرين خاوتنا رايحين يحفزوهم بزاف ويعطيهم طاقة ايجابية والطاقة هذيك الايجابية اللي راح تساعدهم ان شاء الله باش يكملوا في سلسلة النجاحات. وبربي ان شاء الله تحيا الجياسكا وفيف الجياسكا وديما ناس الجياسكا وناس القبائل وين ما كانوا داخل الوطن الجزائر وخارج الوطن تاني الناس اللي ساكنين في الغربة واللي عايشين في الغربة تحياتنا لكم من هذا المنبر ونريد منكم الدعم فقط الدعم بقوة باش ديما نشاركو معاكم الجديد. خاوتنا رانا قاعدين نقدموا فيه مجهود وقاعدين نبذلوا في المجهود نتاعنا فقط دعمونا وما تبخلوش علينا والسلام عليكم ورحمة.